متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا. سعد المجرد يستعد لإحياء حفل زفافه بالمغرب. من المنتظر أن يحيي الفنان المغربي سعد المجرد حفل زفافه الثاني وزوجته غيتا العلاكي بالمغرب في شهر دجنبر المقبل، والذي سيكون عرسا مغربيا 100%. وحسب ما كشفته مصادر مطلعة، فمن المنتظر أن يحتفل سعد المجرد وزوجته غيتا يوم 17 من دجنبر المقبل 2022 بمدينة الرباط بحفل زفافهما بطقوس مغربية 100%، والذي سيكون مختلفا تماما عن حفل الزفاف الذي أقيم بالديار الفرنسية، إذ سيتميز حفل الفنان سعد المجرد وغيتا العلاكي بحضور نخبة مهمة من الضيوف من بينهم الأهل والأصدقاء، إضافة إلى جمهور سعد. وقد سبق لسعد المجرد أن شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع سبادل الصور والفيديوهات إنستغرام فيديو شمل مجموعة من اللقطات المأخوذة من حفل زفافه بفرنسا، معلقا عليه بتدوينة كتب فيها قائلا: من بينهم الأهل والأصدقاء وجمهور سعد، أيضا بين أهلي والمقربين، وسط رائحة المغرب الذي أعشق وأعلامه التي ترفرف، وسط الحب الغير مشروط ممن أحب ويحبوني، ارتبطت بمن وقفت معي وساندتني بغير حدود.